شيئا من ذلك سوى ما تقدم مما أحدثه الناس ولم يتقيدوا فيه بالشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما أحدثه الناس من الطرق الصوفية التي أحدثوها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان، كالرفاعية والنقشبندية والتيجانية والمرانية وما أشبه ذلك من هذه الطرق التي أحدثها المتصوفة. هذه في الحقيقة كلها طرق شيطانية وبدع منكرة، لا يجوز المسلم تعاطيها ولا السير عليها ولا عمل بها، بل الواجب أن تحارب وتحذر، لأن الله جل وعلا شرع لنا دينا قيما كاملا لا يحتاج إلى تكميل أحد أبدا، بل هو بحمد الله دين كامل في تشريعه وأحكامه وفي أصوله وفروعه، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والسبل هي البدع والشهوات، وسبيل الله ودين الله الذي شرعه لعباده هو توحيد الله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمر به ونهى. هذا هو سبيل الله، وهذا صراط الله، وهذا هو دين الله. أما ما أحدثه الناس من الطرق المخالفة لذلك سواء كانت تيجانية أو رفاعية أو نقشبندية أو قادرية أو خلوتية أو غير ذلك، فإنها كلها بدع منكرة ومحدثات في الدين يجب أن تحذر